التعليم تعلن عن فتح باب التقديم للمشاركة في المسابقة الوطنية الثانية للمهارات. وفي إطار حرص الدولة على تشجيع وتنمية المهارات لدى طلاب التعليم الفني، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق المسابقة الوطنية الثانية للمهارات للعام الدراسي الحالي، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع منظمة اليونسكو والوكالة الألمانية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك لتشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم. ويتنافس الطلاب على مستوى الجمهورية في المسابقة في 15 مهارة، وسيتم تأهيل الأولاد الفائزين للاشتراك في المسابقة العالمية بفرنسا في سبتمبر المقبل، والتي يتنافس فيها نحو 1500 متنافس من 65 دولة. وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل الطلاب بالمسابقة الخميس القادم.